بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. متابعتنا اليوميه خلال الفتره الحاليه لاستعدادات النادي الاهلي واستعدادات المنتخب لمشوار كاس العالم والمباراه القادمه الختاميه لمنتخبنا الوطني امام السعوديه باذن الله يوم الاثنين في ختام الجوله الثالثه من المجموعه الاولى، ويعود بعدها مباشره منتخبنا الوطني من روسيا الى القاهره بعد ختام المشوار والخروج من الدور الاول. لكن استعدادات النادي الاهلي متواصله خلال الفتره القادمه للموسم الجديد، وبدات الاستعدادات منذ ايام قليله بمعسكر مغلق لفريق النادي الاهلي، بدا منذ يوم الاثنين الماضي في معسكر مغلق في برج العرب، حيث فضل الجهاز الفني بقياده الفرنسي باتريس كارتيرو ان يتواجد الفريق في معسكر مغلق بدا منذ يوم الاثنين الماضي ويستمر حتى منتصف الاسبوع القادم استعدادا للمرحلة القادمة واستئناف المشوار الأفريقي والمقرر بدايته أو استئنافه مع منتصف شهر يوليو القادم بمباراة تاونشيب بطل بتسوانا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا. المرحلة الثانية من الإعداد البدني والجاهزية الفنية والبدنية لفريق النادي الأهلي خلال هذا المعسكر، حيث فضل باتريس كارتيرو أن يكون هذا المعسكر مغلق وبعيد تماما عن أي ضوضاء، والفريق بعيد تماما عن أحداث مباريات كأس العالم والمتابعة الخاصة بمباريات كأس العالم، وأيضا في مكان بعيد تماما عن وجود الجماهير. فضل كارتيرو أن يتواجد في هذا المعسكر من خلال 40 لاعب بخلاف لاعبي الفريق الأول. هناك عدد كبير من قطاع الناشئين متواجدون داخل المعسكر المغلق، فرصة طيبة لباتريس كارتيرو وجهازه المعاون الكابتن محمد يوسف والكابتن سامي أمصان وأيضا مايكل ليندمان مدرب الأحمال وحسين عبد الدايم مدرب الأحمال المساعد للغلق على اللاعبين وجاهزيتهم من الناحية البدنية وأيضا الفنية، وفرصة طيبة لعدد كبير من قطاع الناشئين لمتابعتهم، والفرصة الطيبة لعدد كبير منهم للتعبير عن أنفسهم خلال تدريبات قطاع الناشئين خلال الفترة الحالية والتواجد مع الفريق الأول، لأن باتريس كارتيرون دائما من المدارس التي تحب أن تعتمد على عدد من لاعبي قطاع الناشئين، وهناك عدد كبير جدا من قطاع الناشئين سواء في مرحلة 97 أو مرحلة مواليد 99، هناك عدد كبير من هؤلاء اللاعبين بيتدربوا مع المدير الفني ومع الجهاز الفني بالكامل سواء في مركز حراسة المرمى بعد عودة عمر رضوان، وأمامنا في الصورة كان منذ قليل أيضا كمان مصطفى شوبير وأيضا رمضان مصطفى حارس فريق النادي الأهلي مواليد 99. هناك أيضا بقى عدد كبير من قطاع قدامنا دلوقتي صلاح طبعا وصلاح محسن وعدد كبير قدامنا كمان أحمد ياسر ريان، فرصة كبيرة لعدد كبير من القطاع للتواجد مع باتريس كارتيرون اللي بيبقى حريص على كل تفصيلة داخل هذا المعسكر يكون متواجد فيها وبيشرف عليها بنفسه مع باقي الجهاز الفني. كابتن مصطفى كمال أيضا مدرب حراس المرمى المتواجد مع الفريق الأول واللي تم اختياره في التشكيل الجهاز الفني بالكامل. كابتن محمد يوسف عامل برنامج خاص مع الجهاز الفني خلال الفترة الحالية وتدريبات الفريق على الملعب الفرعي في استاد برج العرب بالتدريبات سواء صباحية أو مسائية. الجهاز الفني في أيام عمل فيها تدريب على فترتين، فترة صباحية في الساعة 8 صباحا وبيسبقها بالتأكيد تناول اللاعبين لوجبة الإفطار، ثم تدريب مسائي بينقسم إلى جزئين، في تدريب في حدود الساعة 4:30 وتدريب لمجموعة أخرى بتكون في حدود الساعة 5:30. عامل توليف ما بين تلت عدد اللاعبين في الفريق الأول مع مجموعة مطعمة من فريق الناشئين، وأيضا التقسيم الأخرى والمران الآخر بيبقى في حدود الساعة 5:30 عدد من لاعبي الفريق الأول ومطعمين أيضا عدد من لاعبي قطاع الناشئين. بالنسبة لباتريس كارتيرو تفكيره في هذا المعسكر أنه بيقول لو أطلع بلعيب أو اتنين أو تلاتة من قطاع الناشئين هيكون فرصة طيبة بالنسبة لي. قبل بداية التدريبات بنشوف قدامنا على الصورة بيبقى في دايما اجتماعات للجهاز الفني والجهاز الإداري، كابتن سامي أمصان دايما بيتناول الحديث مع مايكل ليندمان مع الكابتن محمد يوسف. شايفين قدامنا كمان أحمد حسن ده المترجم الخاص بباتريس كارتيرو. باتريس كارتيرو أيضا كمان كان حريص لأنه يتعامل مع مدرب إيطالي أو مندوب إيطالي من شركة بتشتغل في مسألة القياسات البدنية، والجهاز الفني للنادي الأهلي استعان بجهاز GPS. هذا الجهاز بيتعامل على
تحديد ومقياس القياسات البدنية للاعبي الفريق في المران، سواء في التدريبات البدنية وفي الجري وفي المران البدني، أو حتى في التقسيمة الفنية وفي التكتيك اللي بيأدي كارتيرون مع اللاعبين. هو برنامج بيبقى فرصة طيبة للجهاز الفني، بيتعرف من خلاله على حالة اللاعبين، جاهزية اللاعبين، قدرات اللاعبين، كل لاعب محتاج جرعات تدريبية ازاي خلال الفترة القادمة، مين اللاعب اللي سرعاته أقل، اللاعب اللي سرعاته أكبر، التحمل البدني عند لاعب عن آخر. شيء جيد جدا في فترة الإعداد بيتم الأخذ بنواحي علمية بالتعامل مع شركة إيطالية ومندوب إيطالي اسمه أدريان، هو متواجد مع فريق النادي الأهلي في معسكر برج العرب لتنفيذ هذا البرنامج، برنامج جي بي اس على كل اللاعبين المتواجدون داخل معسكر فريق النادي الأهلي في برج العرب. أيضا تدريب حراس المرمى، في متواجد مع علي لطفي ويمكن هو الحارس المتبقي من الفريق الأول، إن عندنا 2 حراس في كأس العالم، محمد الشناوي وشريف إكرامي، لكن أيضا هناك 3 حراس من قطاع الناشئين مع علي لطفي وتحت إشراف وتدريب الكابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى، في مصطفى طارق، في مصطفى شوبير، في أيضا كمان عمر رضوان الحارس العائد من فترة إعارة كان تم إعارته للعديد من الأندية خلال السنتين الماضيين. آخر نادي كان بيلعب فيه عمر رضوان كان نادي الرجاء بمطروح في الأسكندرية، وبعد نهاية الإعارة فضل الجهاز الفني أن يعود عمر رضوان للتدريب مع الفريق الأول. فرصة طيبة أيضا لمتابعة الحراس الناشئين ومنح الفرصة لأي من الحراس إذا تخطى السن أو إذا تواجد في فريق الشباب مواليد 97 اللي هيكون عنده مسابقة رسمية خلال الفترة القادمة، أن يكون إعارة أيضا لأي من الأندية خلال الفترة القادمة للمزيد وحصوله على المزيد من الخبرات ومزيد أن هو قدرات يقدر يلعب في الدوري المصري ويكتسب خبرات عديدة. فبالتالي فرصة طيبة جدا وتواجد حراس ناشئين، سواء مصطفى شوبير هو مواليد 2000 عندما يتواجد في معسكر الفريق الأول، ده بالتأكيد حاجة مميزة جدا. أيضا بيبقى هؤلاء اللاعبين موجودين عن قرب وأمام الجهاز الفني، يقدر يشوف كارتيرون القماشة اللي قدامه من قطاع الناشئين اللي على مدار الموسم يقدر يستعين بمين فيهم خلال الفترة القادمة. وعلى فكرة هؤلاء اللاعبين قد يتواجدوا مع النادي الأهلي في البطولة العربية، لأن البطولة العربية يعني خلال اللائحة ومن خلال متابعتنا لائحة البطولة العربية، اللائحة المنظمة بتسمح لكل نادي بالمشاركة ب40 لاعب خلال أي مباراة، القائمة بتبقى 23 لاعب فقط، لكن ال 23 اللي هتلعب بيهم كل مباراة لازم من خلال قائمة متحددة ب40 لاعب. فتواجد ناشئين بهذا العدد في معسكر الأسكندرية في برج العرب بالطبع يكون فرصة طيبة لكارتيرون للتعامل وأخذ هؤلاء اللاعبين في بعض المباريات خلال البطولة العربية التي ستنطلق بإذن الله خلال شهر أغسطس المقبل. شايفين كمان ناصر ماهر، كريم ندفيد، أحمد علاء، وليد أزارو، أحمد حمودي، شايفين كمان يوسف الجبالي. يوسف الجبالي ده أحد الصفقات المنضمة من نادي الشمس. مؤمن زكريا هو عاد للمعسكر وتواجد في معسكر فريق النادي الأهلي بعد ما كان استأذن من الكابتن محمد يوسف لمدة 48 ساعة، لكن تواجد في المعسكر. ناصر ماهر أحد اللاعبين الواعدين والعائدين لصفوف فريق النادي الأهلي بعد نهاية فترة الإعارة في نادي سموحة، وبلغة الكورة نقدر نقول على ناصر ماهر لاعب استوى خلاص، أصبح جاهز ويتواجد في الفريق الأول. كريم ندفيد، ميدو جابر، فادي فريد اللي بجوار كريم ندفيد ده فادي فريد، أيضا شايفين على الجهة المقابلة أحمد ياسر ريان أحد المهاجمين الواعدين اللي متواجد في صفوف الفريق الأول، إسلام محارب من اللعيبة اللي تميزت وظهرت خلال الموسم الماضي، رامي ربيعة متواجد، صلاح محسن أحد المهاجمين الشباب اللي لهم مستقبل كبير جدا خلال الفترة القادمة. كل هذه الظروف وكل هؤلاء اللاعبين في هذا المعسكر فرصة طيبة جدا لباتريس كارتيرون، لأن عنده ملفات عديدة خلال الفترة القادمة، ما بين بطولة أفريقية محتاج يأيد 4 لاعبين لاستكمال القائمة ل30 لاعب، وما بين الاستعداد للبطولة العربية اللي بتضم في قائمتها 40 لاعب، فبالتالي محتاج تشوف لعيبة من الناشئين. محمد شريف أحد اللاعبين الواعدين اللي انضموا من صفوف وادي دجلة، وأحد اللاعبة اللي كانت اختيارات باتريس كارتيرون في وادي دجلة واللي صعد بيه من قطاع الناشئين للفريق الأول. أحمد حمود اللي بتطلع عليه بداية موسم مختلف تماما مع النادي الأهلي عن الفترة السابقة وإثبات الوجود والتواجد مع الفريق الأول في الفترة القادمة.
مهم جدا، واحنا في نهايه شهر يونيو كمان يعني باقي اسبوع هيكون اختيار القائمه المبدئيه، القائمه الاولى هترسل لاتحاد الكرة قبل يوم 30/6. فمن خلال هذا المعسكر وبعد عوده الست لاعبين الدوليين في المنتخب الاول، وننتظر موقف علي معلول مع المنتخب التونسي اللي امامه مباراه مهمه جدا امام بلجيكا، هيقدر يختار القائمة المبدئية اللي كانت متواجدة مع الأهلي في الموسم الماضي، ثم يختار القائمة النهائية بعد ذلك في أوائل شهر 7، بعد بالتأكيد المعسكر الخارجي اللي هيكون في إحدى الدول الأوروبية خلال الفترة القادمة، يقدر يختار التوليفة والقائمة النهائية. القائمة للأسف هتكون 25 لاعب، محتاج يأيد 4 عشان يستكمل القائمة الأفريقية ل 30 لاعب، محتاج يحضر للبطولة العربية بقائمة 40 لاعب. شايفين الفارق و المقارنات بين القوائم في العديد من البطولات، قائمة محلية 25، قائمة أفريقية 30، قائمة في البطولة العربية ب 40 لاعب. فبالتالي الراجل هيكون شغال في أكتر من محور وأكثر من اتجاه، سواء في الاعتماد على قطاع الناشئين في المباريات البطولة العربية، لأن البطولة العربية أنت بتلعب ب 23 لاعب، فبالتالي محتاج في بعض المباريات ونتيجة ضغط المباريات أنك تضم عدد من لاعبي قطاع الناشئين، بما أن القائمة هتكون 40 لاعب. لكن القائمة الأفريقية هتبقى فيها مشكلة كبيرة جدا، مش في البطولة دي الحالية، البطولة القادمة، البطولة القادمة اللي هتنطلق في شهر ديسمبر، أنت هتكون مضطر تلعب بالقائمة المحلية اللي هتبدأ في شهر أغسطس القادم اللي هتلعب بيها بطولتين، يعني القائمة المحلية لا تقيد في شهر أغسطس هتلعب بيها 3 بطولات، بطولة الدوري العام، ثم البطولة الأفريقية المستمرة حاليا، ثم البطولة الأفريقية اللي هتبدأ إن شاء الله في شهر ديسمبر. وجزئية أخيرة يعني عايز أكد عليها، كل هذه المواعيد وكل هذه البطولات لم تأتي من فراغ ولم تظهر فجأة. الاتحاد الأفريقي في شهر يناير الماضي أعلن عن تغيير أجندته الدولية والأجندة الأفريقية لمدة 3 سنوات قادمة، وأعلن في شهر يناير وبعد كونجرس الكاف في المغرب حدد مواعيد البطولات الأفريقية. ليست المواعيد تم تحديدها الآن ولا منذ الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي، الأجندة الأفريقية محددة منذ شهر يناير الماضي، إنه بعد انتهاء البطولة الأفريقية الحالية في شهر نوفمبر، بعدها بأسبوعين مباشرة ستنطلق البطولة الأفريقية لتنتهي في شهر مايو، ثم كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون. تلك هي المتابعة والشيء المتعلق بالفريق الأول ومستقبل الفريق الأول خلال المرحلة القادمة، سواء في اللاعبين أو حتى معسكر الاستعداد واختيار القوائم في الفترة القادمة ما بين محلية وعربية ثم أفريقية. لكن مستمرين بالنسبة لأخبار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقطاع كرة القدم، وهناك خبر مهم جدا بينتظره أو بتنتظره جماهير النادي الأهلي كل عام وفي هذا التوقيت في شهر 6، وهو انطلاق اختبارات الناشئين في النادي الأهلي. هذا الخبر الأبرز للاعبين الصغار والمواهب والبراعم في جمهورية مصر العربية، بينتظروا تحديد المواعيد الرسمية لانطلاق اختبارات قطاع الناشئين في النادي الأهلي. وبالتالي يبدأ النادي الأهلي طرح استمارات اختبارات قطاع الناشئين بداية من غد السبت بإذن الله الموافق 23 من شهر يونيو الجاري، وحتى يوم الاثنين المقبل من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا على بوابات النادي في مقر النادي بالجزيرة وفي فرعي النادي في مدينة نصر والشيخ زايد، وتبلغ قيمة الاستمارة 30. إذن الساعة 3 عصرا وتبلغ قيمة الاستمارة 30 جنيه. تم تحديد أيام 16 و17 و18 و19 يوليو المقبل لاختبارات أبناء الأعضاء مجانا لجميع المراحل السنية. لكن لمزيد من التفاصيل ومتابعة هذا الخبر الهام جدا لكل البراعم والناشئين في جمهورية مصر العربية، معنا على الهاتف الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. كابتن فتحي، أولا برحب بيك وكل سنة وحضرتك طيب، ومحتاجين نعرف منك بقى اخبار قطاع الناشئين والاختبارات المزمع اجراها باذن الله خلال الايام القليله القادمه. اولا كل سنه وانت طيب، وطبعا كل سنه وجميع اعضاء النادي الاهلي وجميع جماهير النادي الاهلي بخير، وانا بشكرك على المداخله الجميله دي عشان نوضح بعض الامور الخاصه بالقطاع والخاصه باختبارات النادي الاهلي ان شاء الله. يعني اتفضل يا كابتن. هو طبعا احنا يمكن كنا خدنا قرار فعلا، يمكن كان قرار مجلس اداره ان احنا نظرا لتنميه موارد النادي، يمكن عملنا الاستماره فعلا ب 30 جنيه وخدنا موافقه مديريه الشباب والرياضه، والحمد لله الاستمارات هتنزل بكره ان شاء الله من الساعه 10 في 3 فروع، فرع اهلي زايد وفرع مدينه نصر وفرع الجزيره، وان شاء الله انا عارف ان بيبقى فيه اقبال كويس قوي من الناس وبيبقى فيه اقبال شديد على اختبارات النادي الاهلي، فان شاء الله يعني الاجهزه الفنيه اللي معايا هتقوم بدور على اكمل وجه، وان شاء الله هتبقى الامور كلها
كويسه بالنسبه للناس اللي جايه وبالنسبه للناس المختبرين. واحنا في الهدف الاول والاخير هو مصلحه النادي الاهلي ومصلحه الناس اللي جايه من اماكن بعيده عشان يبقى في اختبارات شفافيه، والاختبارات ايضا فيها نوع من الصدق ونوع من عدم المجاملات لاي حد، لان احنا هنشتغل لمصلحه النادي الاهلي. طيب كابتن فتحي، مهم برضو ناكد على ان الاماكن اللي هيتم من خلالها طرح استمارات الاختبارات هتكون في مقرات النادي وفروع النادي فقط، عشان الجماهير او حتى الناشئين اللي حابين يتواجدوا في اختبارات الناشئين ما لناش فروع اخرى في محافظات، عشان الناس تبقى عارفه بس الاستماره بتتباع فين بالظبط. لا هو بص حضرتك، المحافظات على فكره لسه برضو عشان نبقى الناس تبقى على علم، المحافظات لسه لم تحدد الاختبارات فيها، ولكن المحافظات احنا برضو حاطين ان شاء الله الرؤيه القادمه بعد ما نخلص الاختبارات في الانديه ان شاء الله او في النادي الاهلي، يعني نبتدي نبص على المحافظات وهنبعت مندوبين من عندنا من النادي الاهلي باستمارات، عشان ما يحصلش نوع من ان الناس بيحاولوا بقدر الامكان انه يستغلوا هذه الظروف، والناس اللي بتيجي تختبر بيحاولوا يغلوا عليها الاستمارات. فاحنا هنبعت ان شاء الله مندوبين من النادي في المحافظات ان شاء الله يعني. طيب المراحل السنيه اللي هيتم اختبار هؤلاء اللاعبين الناشئين بدءا من مواليد كام حتى مواليد كام يا كابتن فتحي؟ هو حضرتك هيبقى ان شاء الله يعني مرحله اولى من 2009 و2008 و2007، وبعدين في مرحله 2006 و2005 و2004 و2003، وبعد كده في 99 وال2000 وال2001. طب كابتن يعني فتحي، على ثلاث مراحل ان شاء الله. على ثلاث مراحل وعلى ثلاثه ايام ثم تصفيه نهائيه بعد ذلك ان شاء الله. طيب فكره الاختبارات، انت لو طلعت بثلاث لعيبه او اربع لعيبه ده شيء مميز، ولا المواهب في الفتره الاخيره حاسس ان هي قلت قوي عن زمان؟ لا لا بالعكس والله، في مواهب، في مواهب كتير جدا، وعشان كده يمكن انا ان شاء الله الاجهزه الفنيه اللي معايا اللي هي بتتولى عمليه الاختبارات دي ان شاء الله نبص على الناس كويس قوي 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 قوي، لان في ناس برضو انت عارف في اول يوم بيبقوا جايين عندهم خوف شويه من الاختبارات، واحنا لو لمسنا في عنصر كويس بقى في اي واحد من اللي جايين الاختبارات، اي لعيب من اللي جايين الاختبارات في عنصر مميز، ممكن نديله فرصه واثنين وثلاثه بحيث انه ممكن يطلع الموهبه اللي عنده ان شاء الله، ونقدر يبقى في مواهب جديده ان شاء الله نكتشفها من خلال هذه الاختبارات ان شاء الله. اللاعب اللي جاي يختبر يا كابتن فتحي في النادي الاهلي تنصحه بايه؟ ينام بدري، يبقى فاطر كويس، يكون متواجد امتى عشان يبقى جاهز ان هو يبقى للاختبار خلال الفتره القادمه؟ هو انت مش هتقدر تدي تعليمات طبعا، الناس يمكن زي ما قلت لحضرتك جاي اختبار، ده بيبقى على طبيعته، بيبقى على طبيعته انه بيلعب في الشارع، بيلعب في المدرسه، بيلعب في الحي بتاعه، مش هتقدر تدي له تعليمات. ولكن هو اللعيب دايما انا بنصحه ان هو لو في سن كبير، لو في سن كبير لازم يبقى فيه جماعيه في الاداء، ما يبقاش النهارده داخل اختبار عشان ياخد الكره لوحده ويحاول يبين موهبته لوحده. لا، السن الكبير بالذات لازم يبين موهبته من خلال التيم اللي معاه او من خلال اللعب الجماعي يعني. الولد الصغير ده اللي بعذره فعلا من الاختبارات، ولكن يبقى السنه دي ان شاء الله اعمل حاجه جديده في اختبارات النادي، وخصوصا للسن الصغير، اكتشف موهبه الولد من خلال ان انا اديله حريه التصرف في الكوره ان شاء الله، يعني كده كل واحد لوحده يعني. التصفيه هتبقى على كذا مرحله يا كابتن فتحي اكيد. التصفيه كل مرحله هتتصفى في يوم، واللي هنختارهم من كل مرحله هنصفيهم في يوم، وان شاء الله الناس العناصر المميزه هنحطها برده في الفرق على اساس ان احنا برده نخليهم يحضروا فتره اعداد ويشتغلوا مع الفرقه، والاخر نحكم عليهم ان شاء الله يعني. اكيد في تنسيق كمان مع الاكاديميات خلال الفتره القادمه، لان هذه المراحل السنيه اللي بيبقى فيها اختبارات قريبه من سن الاكاديميات يا كابتن فتحي. والله بص حضرتك، الاكاديميه طبعا الكابتن خالد هو متولي شؤونها واللي بيديرها، ولكن احنا زي ما قلت لحضرتك انا عندي قطاع البراعم وقطاع المسابقات، فان شاء الله كلها تبقى في خلال المنظومه الاعمار السنيه اللي انا قلت لحضرتك عليها، واعمار السنيه اللي هي بتاعه البراعم، والبراعم طبعا لحد عندنا يمكن برضه 2005 و2004 و2003 و2006 و2008 و2009، كل هذه البراعم هتبقى موجوده ان شاء الله عندنا برضه في الاختبارات يعني. كابتن فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب لقطاع الناشئين، وخلال الفتره القادمه نستفيد من هذه الاختبارات في اختيار لاعب او اثنين، بالتاكيد بيبقى عنصر مميز جدا وموهبه بالنادي الاهلي باذن الله يستفيد من خلالها. شكرا جزيلا. واحنا بنتكلم على قطاع الناشئين، هناك ايضا دور مهم جدا لاكاديميات النادي الاهلي، واكاديميات النادي الاهلي وانتشارها في جميع محافظات مصر خلال السنوات الاخيره، بل انطلقت
خارج جمهورية مصر العربية ذهبت إلى منطقة الخليج، وأيضا هتكون في مفاجآت بانطلاقها للقارة الأفريقية خلال الفترة القادمة. مزيد من التفاصيل حول أكاديميات النادي الأهلي وما هو مستقبل الأكاديميات والخطة المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة للاستفادة الفنية والمادية من خلال أكاديمية النادي الأهلي، نطلع لتقرير نشوف ونسمع الكابتن خالد بيبو مدير أكاديمية النادي الأهلي قال إيه عن الخطة القادمة بالنسبة لأكاديمية النادي الأهلي. احنا ده مش اول تجمع، احنا بقالنا فترة بنجمع، جمعنا المدربين بديهم شغل بتاع السنة وديهم النظام اللي احنا هنشتغل بيه، نظام التعامل مع اولياء الامور والهيكلة بتاعت المدربين وكل حاجة بنشتغل عليها عشان نبدأ الموسم ان شاء الله نعمل حاجة كويسة. بياخدوا كل حاجة، احنا متجمعين على طول يعني اليومين دول نحط الأسس اللي هنشتغل بيها وعايزين ايه من الولاد والهدف ايه من الأكاديمية كلها. زي ما قعدت انا مع لجنة الكورة وخدت الكلام من نجوم النادي الأهلي طبعا، كابتن خطيب وكابتن زيزو وكابتن علاء وكابتن حسام غالي، كل الكلام اللي انا خدته منهم بحاول اوصله للعيبة وحاول اوصله لأولياء الأمور وبحاول اوصله للمدربين. هيوصل ازاي لأولياء الأمور من غير ما يوصل يروح للمدربين؟ لازم يروح للمدربين ويروح للمديرين على أساس إن إحنا نبدأ الموسم كل واحد عارف في شغله إيه، محدش يعدي حدوده، كل واحد يبقى عارف إن المدرب مدرب والإداري إداري والعامل اللي بيتعب معانا لازم يبقى عارف شغله إيه ومفروض يتكلم في إيه ومفروض ما يتكلمش في إيه، والمدرب حدوده إيه في الكلام وحدوده إيه في التعامل مع أولياء الأمور، لأن ده شيء مهم جدا إن إحنا ننظم الدنيا. وابتدينا بقى في المرحلة الثانية، دخلنا بقى على شغل الموسم هيشتغل ازاي وتقسيمة المراحل السنية، المفروض السن ده بياخد ايه بالظبط وبيشتغل ايه، وبنحضر مع بعض وبنجهز مع بعض وبنيجي بننفذ الكلام ده في الملعب. السن الاكبر طبعا بيبقى ليه شغل مختلف وكل الكلام ده تقسم واحنا بنبتدي دلوقتي نشتغل عملي. وانا كنت قاصد ان انا كل يوم يبقى تجمع في مكان من اماكن الاكاديميه، يعني احنا رحنا مدينه نصر والنهارده في الشيخ زايد وان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى في القطاميه والاسبوع ورا هيبقى في الجيزه. لازم المدربين كلهم يعرفوا الاداره بتاعتنا رايحه فين وجايه منين، ومفيش حد بيبقى قاعد في مكان، كل الناس هتتحرك وكل الناس هتبقى شغاله على ان الاكاديميه كلها واحده. الشغل اللي موجود في مدينه نصر هو اللي في زايد، هو اللي في القطاميه، هو اللي في اسوان. ان شاء الله الاسبوع اللي ورا رايحين ان شاء الله تبقوا معانا، هنروح اسوان، عندنا في اسوان فرع جيد محتاج ان احنا نبقى كلنا موجودين فيه، وعندنا في سوهاج فرع محترم جدا وعايز يوسع فاحنا هنروح نوسع معاه، وعندنا فرع في اسيوط فاحنا بنشتغل ان شاء الله في يعني فروح كتيره قوي دلوقتي عندنا موجوده وبنشتغل عليهم. ان شاء الله هعرض الكلام ده كله على لجنه الكوره يمكن الاسبوع الجاي ولا حاجه، ونبتدي في خطه التوسع. يعني احنا عندنا خطه تطوير جوه الاكاديميه وخطه توسع، يعني توسع وانتشار في محافظات مصر كلها. طبعا احنا يعني احنا بنشتغل مع القطاع بتاع الناشئين شغل تقريبا مع بعض في كل حاجه، وكابتن فتحي على طول تقريبا كل يوم تليفونات بننسق مع بعض الشغل وبننسق مع بعض الترتيبات. ان شاء الله هو يعمل اختباراته في ملعب الاكاديميه، فاحنا خلاص احنا اتنين رابطين مع بعض. ان شاء الله في حاجات كمان كتيره اتفقت مع لجنه الكوره عليها ان شاء الله نعملها كمان في الفتره الجايه، توسع اكتر كمان القاعده بالنسبه للمشتركين. ف يعني اول كلمه كان بتقال ان الاكاديميه دي دورها فني فني فني، عشان الناس بس تبقى فاكرة ان الاكاديمية دي استثمار بس، لا ده هو فني 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 وبعدين في الاخر الاستثمار، لدرجة ان احنا يعني احنا ما بنبصش لقصة الفلوس خالص، احنا عايزين الولد نبني شخصية ولد صغير. يمكن انا كلمة هقولها لك ما قلتهاش قبل كده واول مرة اقولها لك، وده اللي انا قلت للمدربين، احنا بنوصل الولد يبقى عنده 20 سنة بيلعب فريق اول وبيلعب برجل واحدة، فاحنا لازم الولد في السن الصغير ده
الكره تلمس كل حته في رجليه، لازم يحس بيها، وهي بتخبط في بطن رجله هتبقى عامله ازاي، وهي بتخبط في وش رجله الخارجي هتبقى عامله ازاي، ولما تيجي في سنه رجل ازاي، ولما تيجي بوش رجله. لازم الولد في المراحل السنه دي يكون شغال بالرجلين الاثنين، وشغال بكل مكان في رجليه عشان يحس بالكوره. فده اللي احنا شغالين عليه، ولو يعني لو هتاخدوا حتت من التمرين هتلاقوا الحاجات المهارات الاساسيه بتاعت الاولاد، والحاجات السن الاكبر، الجمل المركبه، وحاجات كتيره قوي. ان شاء الله نتمنى السنه دي نعمل حاجه اضافه للاكاديميه. وانا عايز بس نقطه من اولياء الامور، ان هم لازم تساعدني، ولازم تبقى عارف ان انت جايب ابنك مكان اسمه النادي الاهلي، هتاخد حقك، وزي ما بيقولوا ايه، هنحاول ان احنا نديك احسن خدمه. انت لازم كمان تبقى عارف ان الولد هياخد فتره على ما يتعلم، وما تستعجلش على الولد، واهم حاجه ان انت تبقى عارف ان وهو تحت سقف النادي الاهلي، فالنادي الاهلي بيخاف عليه زيك بالظبط. فاحنا في الاخر مسؤولين احنا الاثنين عن تربيه الولد، وعن الامكانيات اللي هياخدها الولد، والمكان اللي هو هيوصله ان شاء الله. فاحنا يعني متبشرين خير ان شاء الله، اللي احنا نقدر ان احنا نعمل حاجه كويسه السنه دي. لازم ولي الامر يبقى مقتنع وعارف ان لو ابنه بقى كويس انا المستفيد مش هو. يعني احنا كنادي اهلي بندور على الموهبه، بندور على الولد ان ازاي يبقى انا عندي بدل ما بختار من 20 واحد اختار من 80 واحد. فانا اللي عايز، عشان بس الناس بتبقى مستعجله، ابني ما راحش، هيجي وقت وهيروح. وانت في السن ده ابنك مره تلاقيه احسن لعيب في الدنيا، مره تلاقيه اقل، مره هو ده ابني، لا مش هو. فانت السن ده احنا بنبقى بنتعامل معاه كيف، عارفين ان هو لازم ياخد وقته ولازم يتعلم. اهم حاجه هنا ان هو يتعلم، مش اهم حاجه ان هو يلعب. الناس بتبقى فاكره ان هو لازم يلعب ويشارك، لا، ويلعب ويشارك ده في وقته، وهيلعب ويشارك ان شاء الله في خطه للمشاركه، كل الناس يبقى بتشارك وبتلعب مباريات. انما الفكره ان هو يتعلم قبل ما يشارك، هيشارك من غير ما يتعلم في الاخر هتوصل عند 16 17 سنه هتلاقيه مش موجود يعني. فاحنا هدفنا تعليمي، وبعد كده المشاركه بعد ما يتعلم كويس قوي، بعد ما يتربى كويس قوي ازاي يبقى لعيب كوره، وده مهم جدا. اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى بعد الفاصل ومتابعه هذا التقرير، مدير اكاديميات النادي الاهلي، والحديث عن التنسيق الكامل بين اكاديميات النادي الاهلي وقطاع الناشئين الذي يتولاه رسميا الكابتن فتحي مبروك. مهم جدا الكلام اللي الكابتن خالد بيبو قاله في هذا التقرير، وقال ان اكاديميات النادي الاهلي بتتعامل من ناحيه فنيه، وان الهدف الرئيسي لاكاديميات النادي الاهلي هي الاستفاده الفنيه، وكيف تستفيد من هذه الاكاديميات بانتشارك الواسع سواء داخل مصر او خارجها، يعني التعاقد وتواجد عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين والموهبين لوجودهم في الفريق الأول خلال الفترة القادمة. إذن أكاديمية النادي الأهلي خلال الفترة القادمة بالتأكيد هناك شغل مختلف، شغل فني هام جدا. شفنا هذا التقرير من فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد، وكل أماكن النادي الأهلي سواء في مدينة نصر أو حتى الشيخ زايد هناك ملاعب خاصة بالأكاديميات، ومواعيد مختصة باللاعبين الناشئين، ومواعيد تدريباتهم من خلال قطاع إداري وفني كبير جدا. هؤلاء المدربين الذين كانوا في هذه الصورة مع الكابتن خالد بيبو وبجواره الكابتن عبد النبي عاشور، كل هؤلاء المسؤولين عن أكاديمية النادي الأهلي بالطبع ننتظر منهم المزيد والمزيد خلال الفترة القادمة. لكن واحنا بنتحدث عن النادي الأهلي سواء في قطاع الفريق الأول أو حتى قطاع الناشئين، ننطلق إلى الألعاب الجماعية والنشاط الرياضي، وسيدات طايرة الأهلي بيستأنفوا التدريبات غدا بإذن الله استعدادا للموسم الجديد. سيدات طائرة الأهلي حازوا على العديد من الألقاب والبطولات، ليس في العام الماضي فقط ولكن خلال السنوات الأخيرة، ما بين بطولات محلية، دوري وكأس مصر، ثم بطولة عربية وبطولة أفريقية تميزوا من خلالها خلال البطولة الأخيرة التي أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل، أو حتى عندما أقيمت المباراة أو البطولة التي سبقتها خارج مصر، وصلوا إلى المراحل النهائية. لكن بالطبع بيأباتوا بيأدوا استعدادات جيدة جدا للفوز بكل البطولات.
طيب لمزيد من التفاصيل بينضم إلي الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق سيدات الطائرة. نتكلم معاه عن الاستعدادات للفترة القادمة وما هو قادم والتعاقدات والصفقات الجديدة. كابتن حمدي أولا أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب، وطمنا بقى عن الاستعدادات الجارية لفريق سيدات الطائرة للموسم القادم. أهلا وسهلا أستاذ محمد، كل سنة وأنتم طيبين وقناة الأهلي بخير وكل جماهير النادي الأهلي طيبين وبخير الحمد لله. طبعا احنا الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله هنبتدي فتره الاعداد بكره ان شاء الله باذن الله. طبعا عندنا امل كبير كجهاز فني ولاعيبه ان احنا نحقق نفس الانجازات اللي حققناها السنه اللي فاتت، بطوله عربيه، بطوله افريقيه، دوري وكاس، رباعيه جديده ان شاء الله باذن الله في تحدي جديد لفريق كره الطائره السيدات باذن الله. بالطبع الموسم القادم هيعتبر هو الاصعب، لانك انك تصل للقمه صعبه لكن الحفاظ على القمه بيبقى اصعب. هتشتغل ازاي للمرحله القادمه كابتن حمدي في ظل انك بدعمت كمان بصفقات وجددت لعدد من اللاعبات اللي كانوا متواجدين مع الاهلي الموسم الماضي؟ اكيد طبعا ان انت تحقق انجاز ده بيبقى موضوع صعب، بس الاصعب منه ان انت تقدر تحقق نفس الانجاز لموسمين او ثلاثه ورا بعض، بيبقى العمليه صعبه جدا. لازم يبقى في عمليه تحدي وجد، يعني ان انت توجد للعيبه بتاعتك تحديات جديده ودوافع جديده ان هم يحققوا البطولات دي مره ثانيه ويواجهوا المنافسه اللي هتبقى شرسه طبعا في الفتره الجايه متوقعه، سواء محليا او افريقيا. كل الفرق بتدعم نفسها، كل الفرق بتبقى جاهزه للموسم الجديد، بتعمل صفقات. بس احنا الحمد لله احنا بنشتغل مع اللعيبه بتاعتنا واللاعبات بتوعنا على موضوع الدوافع النفسيه ديت، وعاملين برنامج كويس جدا سواء بدني او مهاري وفني وماتشات وديه ان شاء الله باذن الله. هيبقى الموضوع ان شاء الله باذن الله الموسم الجديد معمول لهم برنامج كويس قوي بحيث ان هم يبقوا جاهزين للمنافسه الشرسه في الموسم القادم باذن الله. طيب خريطه الموسم القادم، يعني موعد انطلاق بطوله الدوري، المنافسه العربيه، اقامه البطوله العربيه هتكون فين؟ هل ممكن مصر هتنظمها او هيبقى خارج مصر؟ ايضا البطوله الافريقيه خلال العام القادم. والله ان شاء الله باذن الله بالنسبه للمنافسه المحليه هتبقى متوقع لها في شهر اكتوبر باذن الله الموسم يبتدي محلي. بالنسبه للبطوله العربيه باذن الله هتبقى في ديسمبر، الميعاد بتاعها كل سنه بيبقى في ديسمبر، والسنه دي في تحدي طبعا لينا ان البطوله هتبقى في تونس، في نادي صفاقسي التونسي بينظمها السنه دي. هيبقى في منافسه سواء مع صفاقسي او مع نادي قرطاج التونسي، يعني هتبقى منافسه مصريه تونسيه، واحنا عارفين الانديه التونسيه في الفتره الاخيره بتنافس النادي الاهلي سواء في البطولات العربيه او في خلال البطولات الافريقيه، فمتوقع ان هي هتبقى بطوله قويه جدا في ظل الاخبار اللي بتقول طبعا ان الفرقه التونسيه هتدعم صفوفها بلاعبات محترفات على مستوى عالي يعني. طيب هل في تدعيم بلاعيبه اجنبيه اخرى خلال الفتره القادمه ولا نكتفي بالمجموعه اللي معانا؟ لا الحمد لله احنا الموسم ده قدرنا ان احنا ننجح في التجديد لنجوم فرقتنا كلهم، الحمد لله كلهم موجودين معانا الموسم الجديد، بالاضافه طبعا لان احنا عملنا صفقتين من مصر هنا، دعاء محمد لعيبه الزمالك وساره امين لعيبه الشمس، هيبقوا اضافه لينا قويه جدا باذن الله، بالاضافه طبعا للعيبه المحترفه. طبعا احنا بنفكر ان شاء الله ان احنا نجدد للعيبه المحترفه اللي كانت موجوده معانا السنه اللي فاتت، لعيبه ادت اداء عالي جدا وكانت مميزه جدا في الاربع بطولات، فلو نجحنا ان احنا نجدد لها الفتره الجايه باذن الله هيبقى الفريق مكتمل وجاهز ان شاء الله للموسم. تجديد الدوافع يا كابتن حمدي، هتجدد دوافع اللاعبات ازاي للمرحله القادمه؟ والله انا دايما بنتكلم في الحته النفسيه دي مع اللاعبات، ان احنا النادي الاهلي فرقه الكره طايره سيدات، الجمهور بتاعنا دايما منتظر مننا البطولات، ما بيعترفش مننا غير بالبطولات، والنادي الاهلي ما بيعترفش غير بالمركز الاول، فده بنتكلم معاهم في الحته ديت، هما بيبقوا متفاهمين قوي للحته ديت. تاني حاجه ان احنا السنه دي عاملين منافسه قويه جدا بين اللاعبات في كل مركز، ان يبقى متواجد اكتر من 2-3 لعيبه في كل مركز وتوصل لاربعه لعيبه في كل مركز، يحصل منافسه بينهم بحيث كل اللاعبات تبقى جاهزه ومستواهم عالي جدا، اللي نحتاجه يقدر يمثل النادي الاهلي ويبقى جاهز يحرز بطوله النادي الاهلي باذن الله. باذن الله يا رب ان شاء الله القادم افضل باذن الله، والحفاظ على الاربع بطولات من خلالك ومع اللاعبات ان شاء الله خلال الموسم القادم. شكرا جزيلا كابتن حمدي. كان معنا على التليفون كابتن حمدي الصافي، واتكلم معنا عن الاستعدادات بالنسبه للموسم القادم لطايره السيدات في النادي الاهلي. لكن ايضا منتخب الطايره، منتخب مصر للكره الطائره فاز على مقدونيا. يمكن كلنا عارفين ان في النسخه 18 من دوره العاب البحر المتوسط 2018 بدات، ومنتخب الطايره
من خلال المدير الفني الكابتن محمد مصلحي المدير الفني للنادي الاهلي، هو اللي بيقود منتخب مصر للكره الطايره. تواجد في دوره العاب البحر المتوسط وكان بيواجه مقدونيا. مباراه كانت كبيره جدا، شهدت المباراه تكافؤ كبير بين الفريقين، لكن فاز منتخب مصر بالشوط الاول 26-24 ورد المنتخب المقدوني بنفس النتيجه في الشوط الثاني، واعاد المنتخب المصري التقدم بالفوز بالشوط الثالث 25-23، واعاد المنتخب المقدوني في الشوط الرابع 25-23. يبدو انها كانت مباراه حماسيه ومثيره، لكن في الشوط الخامس والفاصل حسم المنتخب المصري بنتيجة 15-11 ليحقق أول فوز في بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط، وانتصار مهم جدا لمنتخب الطايرة من خلال الكابتن محمد مصلحي المدير الفني لمنتخب مصر، وهو المدير الفني لفريق النادي الأهلي ومعاه عدد كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي في هذه البطولة. استعداد جيد وبطولة مهمة، ونتمنى لهم يا رب التوفيق خلال المرحلة القادمة. يعني كانت إطلالة مهمة جدا عن أخبار النادي الأهلي وقطاع كرة القدم، سواء في الفريق الأول أو حتى الناشئين والأكاديميات خلال الفترة القادمة. لكن مهم جدا كمان نتكلم عن منتخبنا الوطني والاستعدادات للمرحلة القادمة ومباراة السعودية بإذن الله يوم الاثنين في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى. لكن الخبر الأبرز بالنسبة لمنتخبنا الوطني في هذه اللحظات، يمكن الرئيس الشيشاني بيهدي محمد صلاح حق المواطنة، حيث لبت بعثة منتخبنا الوطني مساء اليوم دعوة الرئيس الشيشاني رمضان كاديريوف على تناول العشاء في القصر الرئاسي، وذلك في ختام إقامة منتخبنا الوطني في مدينة جروزني عاصمة الشيشان كمقر إقامة وتدريب لها خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم. وأهدى الرئيس الشيشاني خلال الحفل حق المواطنة الشيشانية لنجم منتخبنا الوطني ولاعبنا الكبير محمد صلاح. إن دل على شيء بيدل على قيمة هذا النجم الكبير ولاعب منتخبنا الكبير محمد صلاح، الشيشان سعداء جدا وقدمنا حتى في الصورة يمكن هذا الخبر منذ لحظات قليلة. رئيس الشيشاني بيهدي محمد صلاح حق المواطنة، والتواجد في الشيشان في أي وقت كأي مواطن شيشاني خلال السنوات القادمة أو خلال الفترة القادمة خبر بيعبر عن الفخر والعزة والفرح بقيمة منتخبنا الوطني وبقيمة هذا النجم الكبير اللي بيشرف مصر في البطولات الأوروبية وتواجده واسمه مع منتخب مصر في كأس العالم. كلنا عارفين ان خلاص بالنسبة لمنتخبنا الوطني بعد مباراة السعودية هيعود لأرض الوطن بعد ختام المشاركة في كأس العالم. فالرئيس الشيشاني كان عامل مأدبة عشاء واستقبل منتخبنا الوطني، لان خلاص يعني المنتخب خلال الساعات الجارية هيكون بيختتم اقامته في مدينة جروزني. كنا احنا المنتخب الوحيد، وبكرة بإذن الله هيغادر جروزني الى روسيا لخوض المباراة الأخيرة امام السعودية. فكان الرئيس الشيشاني رمضان كاديروف كان حريص انه يكون في يعني ختام هذا المعسكر متواجد مع المنتخب الوطني ويتناول معاهم وجبة العشاء، لكن فاجئ الجميع انه بيهدي محمد صلاح حق المواطنة في حضور زي ما احنا شايفين المهندس هاني ابو ريدة رئيس بعثة منتخبنا ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. خبر مهم يسعدنا لان اهتمام رئيس جمهورية الشيشان بهذا يعني بهذا الشكل بمنتخبنا الوطني ومحمد صلاح شيء جميل جدا وشيء رائع، وبنتمنى يعني زي ما احنا شفنا في هذه الصوره انه يتتكرر، يعني نشوف دايما اكثر من لاعب لمنتخبنا الوطني في الدوريات الاوروبيه وفي الانديه الاوروبيه الكبيره بيتم تكريمهم وبيتم دعوتهم على العشاء وبيتواجدوا في كل المحافل الدوليه، شيء بيدعو للفخر لما تلاقي اسم محمد صلاح دايما متواجد في كل الاوساط العالميه وفي كل وكالات الانباء العالميه وكبره القنوات الاوروبيه والعالميه بتتكلم عنه وحتى نجوم كره القدم في العالم بيتكلموا عنه. فخر كبير جدا، نتمنى له يا رب التوفيق بعد كاس العالم. هو كان بيتمنى يذهب مع منتخب مصر لابعد ما هو ذلك خلال الفتره القادمه، لكن شاءت الظروف والاقدار ان يكون نهايه مشوارنا في الدور الاول. نتمنى يا رب ان المستقبل يكون خير لمنتخبنا وللكره المصريه المحترفين بعد كاس العالم. نشوف اكثر من لاعب بيحترف في العديد من الانديه الاوروبيه، عندنا عمرو ورده وعندنا تريزيجيه وعندنا رمضان صبحي، يمكن هو خلاص اختار تواجده في هيدرسفيلد الانجليزي، لكن العديد والعديد من اللاعبين باذن الله ينطلقوا خلال الفتره القادمه. المنتخب الوطني بيختتم تدريباته في جروزني غدا قبل السفر، حيث يختتم المنتخب الوطني في 11 من صباح غد السبت قبل التوجه إلى مدينة فولجوغراد في 3 عصرا لملاقاة المنتخب السعودي يوم الاثنين المقبل في ختام مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم. المنتخب خاض النهاردة مران عصر يوم الجمعة على ملعب أحمد أرينا بمدينة جروزني، ومن المقرر أن ينتقل المنتخب إلى مدينة فولجوغراد غدا السبت ليؤدي مران وحيد على ملعبها الرئيسي الأحد.
والذي سيستضيف المباراة أمام الشقيق السعودي بإذن الله يوم الاثنين في 4 عصرا بتوقيت القاهرة، قبل أن يعود المنتخب إلى القاهرة يوم الثلاثاء بعد خروجه رسميا من الدور الأول بالمونديال. يمكن المهندس إيهاب لهيطة أيضا كان صرح النهاردة تصريحات مهمة جدا، قال إجراء تعديلات في تشكيلة المنتخب حق أصيل للمدير الفني، مشاركة الحضري واردة، وموقف أحمد حجازي يتحدد اليوم. كلنا عارفين ان قائمه المنتخب 23 لاعب، لكن ايهاب لهيطه قال ان اجراء اي تعديل في هذه القائمه وفي التشكيله في المباراه الاخيره هتتضح، وهي رؤيه فنيه لهيكتور كوبر. بالطبع هناك اصابات واجهادات، هتتضح الامور باذن الله بعد مران يوم الاحد، المران الاخير اللي هيكون على ملعب المباراه. قال ايهاب لهيطه ان احمد حجازي تعرض لاجهاد في العضله الاماميه، ونفس الامر لعمر جابر، وتدرب الاثنين بطريقه فرديه وسيجريان اشعه اليوم لتحديد موقفهما النهائي من المشاركه في لقاء السعوديه. مؤكدا ايضا ان الحارس محمد الشناوي كان مجهد في مران الامس، لكن تدرب اليوم الحمد لله واصبح جاهز للمشاركه في التدريبات والمباريات ايضا بشكل طبيعي. مدير المنتخب اعرب عن استيائه من الاشاعات التي اطلقها البعض حول المنتخب ولاعبيه ومحاوله اظهار الفريق بشكل سيء في النواحي التنظيميه خلال الفتره الاخيره وتحديدا قبل مباراه روسيا. بخصوص ما تردد حول عقد أكثر من جلسة من جانب الإدارة لتجديد عقد المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، قال لهيطة أن ذلك لم يحدث وأن عقد هيكتور كوبر هينتهي بنهاية مباريات مصر في كأس العالم. إذن عقد هيكتور كوبر هينتهي بإذن الله يوم الاثنين بعد مباراة السعودية، لكن الحديث عن التجديد وارد، لكن كل ده الأمور هتتضح خلال الأيام القادمة بعد المنتخب ما يرجع من روسيا. قال إيهاب لهيطة أيضا أن الحديث عن عصام الحضري وأن مباراة السعودية هي الفرصة الأخيرة لمشاركته في كأس العالم كلام صحيح، يضع هيكتور كوبر وأحمد ناجي في الحسابات، لكن مشاركة الحضري بتعتبر واردة، يعني هنشوف في الآخر القرار الفني من الكابتن أحمد ناجي ومن هيكتور كوبر في هذه المسألة، مين اللي هيحرس مرمى المنتخب. الشناوي تألق بصراحة في المباراتين الماضيتين وكسبنا حارس دولي كبير يكون حارس لمنتخبنا الوطني خلال السنوات العشر القادمة على الأقل، ويمكن دي من أكبر المكاسب لمنتخبنا الوطني في روسيا في كأس العالم. بالنسبة للتذاكر وما يتردد عن أزمة بيع التذاكر، يمكن قال لهيطة إن اتحاد الكرة أوضح في بيان أعلنه اليوم أن هناك تذاكر تم شرائها من جانب بعض اللاعبين بالاسم، ولا يمكن لأحد الدخول الموارد بتلت التذاكر إلا أصحابها الذين سجلت أسمائهم بالفعل. التذكرة بيبقى مكتوب عليها من تحت بالفعل الاسم اللي حاجز هذه التذاكر، لدرجة إن حتى البعض بيشوف بعض الكلمات بيكون مثلا صديق اللاعبين أو أقارب اللاعبين أو حتى أشقاء اللاعبين، بيتم تسجيل هوية من هو الحاصل على هذه التذكرة اللي هيدخل بيها مباريات كأس العالم. حالة لغط كبير جدا من حديث القناة الألمانية عن هذا الأمر، لكن إيهاب لهيطة مدير المنتخب تعليقا عن هذا الموضوع أشار إلى أن الحديث عن تناول لاعبي روسيا للمنشطات سمعناه من إعلاميين، لكن لم يصدر بشكل رسمي من قبل اللجنة المنظمة أو حتى من صناع القرار في كأس العالم أو اللجنة المنظمة لكأس العالم. هذا الأمر له إجراءات وتحقيق ونتائج، ولم نتلقى أي شيء من هذا القبيل، ولم نتكذب بشكوى لأن هناك خطوات متعارف عليها وبيتم سحب عينات عشوائية بالقرعة وبتتم بخطوات متبعة. بعد كل مباراة بيتم سحب عينات عشوائية من اللاعبين سواء في لاعبي منتخب مصر أو لاعبي منتخب روسيا أو حتى كل اللاعبين المشاركين في كأس العالم. العينات العشوائية لما بتطلع ما في الآخر كلها كانت سلبية، يعني مفيش عينة طلعت إيجابية عشان نأكد هذه المعلومات اللي حسب رواية التلفزيون الألماني اللي قالها، لكن حتى هذه اللحظات مفيش أي عينة إيجابية في عينات المنشطات لكل اللاعبين في كأس العالم سواء في روسيا أو حتى منتخب مصر أو حتى كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم. تطرق إيهاب لهيطة لحديثه عن مباراة مصر والسعودية، قال العلاقة بين المنتخبين والبلدين علاقة وطيدة جدا ولا توجد أي حساسيات، ومن حق كل فريق الاجتهاد من أجل تحقيق الفوز. وأضاف أن اختيار أماكن المران نال قناعة المدير الفني، ولسنا مسؤولين عن تغيير درجات الحرارة ولا توجد أي شكوى من هذا الأمر سواء في تذاكر الطيران أو حتى في السفر خلال الفترة القادمة. قلنا لكم الشناوي النهاردة اتمرن جماعي مع الفريق وبإذن الله يكون جاهز للمباريات القادمة. أيضا من ضمن أخبارنا المهمة النهاردة وكان الكل منتظر هذا الخبر خلال الأيام القليلة الماضية، هي مسألة تولي جهاد جريشة الحكم المصري الوحيد في كأس العالم في روسيا إدارة أي مباراة خلال الفترة القادمة. انتهت الجولة الأولى وكنا ننتظر على أحر من الجمر قيادة جهاد جريشة أي من المباريات خلال الأيام الأخيرة،
بدأت الجولة الثانية منذ أول أمس، وننتظر أيضا قيادة جهاد جريش الأيمن للمباريات. لكن النهاردة بإذن الله يعني الاتحاد الدولي أعلن عن تعيين الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة لقاء منتخب بنما والمنتخب الإنجليزي إنجلترا في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالمونديال والمقرر لها الأحد المقبل. هيعاون الحكم المصري جهاد جريشة المغربي رضوان عشيق والسوداني وليد أحمد، والحكم الرابع سيكون من تهيتي نور بيرت هواطا. وتعد هذه هي المواجهة الأولى لجريشة في مونديال روسيا بعد اختياره ضمن حكام المونديال. جهاد جريشة بالطبع كنا عارفين أنه هو من الحكام المتميزين، ودايما الاتحاد الدولي من خلال اختيار الحكام اللي هيديروا مباريات كأس العالم بيتم الاختيار حسب التوزيع الجغرافي. يعني المنتخب الإنجليزي بيلعب في القارة الأوروبية، منتخب بنما في أمريكا الشمالية، فبيختار حكم أفريقي لإدارة هذه المباريات. لكن بدءا من دور الستاشر ودور الثمانية هيتم بالتأكيد اختيار الحكام حسب القدرة الفنية والدرجات التي حصل عليها خلال المباريات. شفنا المنتخب البرازيلي بيفوز بشق الأنفس في الست دقائق الوقت بدل الضائع على منتخب كوستاريكا بهدفين مقابل لا شيء، وكلنا تابعنا الدموع وحزن نيمار رغم الفوز، لكن الدموع والحزن بعد الانتصار على أدائه، وأن هذا الانتصار يعني منح المنتخب البرازيلي قبلة الحياة للاستمرار في كأس العالم، خاصة أن هناك كانت هواجس كبيرة جدا للمنتخب البرازيلي بعد نتيجة أمس للمنتخب الأرجنتيني وخسارته أمام كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. المنتخب البرازيلي حقق فوز صعب على المنتخب الكوستاريكي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم في منافسات الجولة الثانية. سجل اللاعب فيليب كوتينيو هدف سيليساو الأول في الدقيقة 91 من اللقاء قبل أن يضيف نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 97، وكان نيمار بالتأكيد دموع الفرح والحزن في نفس الوقت، أنه كان بيتمنى أن البرازيل تظهر بشكل أفضل من كده. شفنا النهاردة كمان نيجيريا يمكن حققت فوز مهم جدا، نيجيريا فازت على إسلندا وتنعش أمال الأرجنتين في كأس العالم. نيجيريا فازت على إسلندا 2-0 وإسلندا أهدرت ركلة جزاء، ويعتبر فوز المنتخب النيجيري هو الفوز الثاني للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم بعد فوز السنغال على بولندا. نيجيريا أعادت أملها في التأهل ومنحت الأرجنتين أيضا قبلة الحياة بعد هذا الانتصار، وبالتالي أصبحت المباراة القادمة بين نيجيريا والأرجنتين هي مباراة عنق الزجاجة لكلا المنتخبين. إذا استطاعت نيجيريا التعادل أو الفوز ستتأهل مع كرواتيا، لكن إذا فازت الأرجنتين بالتأكيد ستتواجد في دور 16 مع الانتظار لمباراة أيسلندا. أيضا كانت مباراة مهمة جدا لسويسرا وصربيا، والمباراة لسه مستمرة، وكان متقدم صربيا بهدف مقابل لا شيء، لكن استطاع المنتخب السويسري التقدم على صربيا بهدفين، والمباراة مستمرة حتى هذه اللحظات بين سويسرا وصربيا، وتقدم سويسرا 2-1 على صربيا. وشفنا كلنا سويسرا وأدائها المتميز أمام الجولة الأولى كانت ظهرت بشكل جيد جدا. مباريات كأس العالم هناك الكثير والكثير من المفاجآت، وهننتظر الكثير والكثير من المباريات القادمة، ونتمنى التوفيق يا رب حتى للمنتخب التونسي في تخطي الجولة القادمة، حيث مباراة بلجيكا مباراة مهمة جدا. إذا استطاع المنتخب التونسي أن يفوز على بلجيكا سيضع نصف قدم في التأهل للدور التالي، وستكون فرصة طيبة لمنتخب عربي وحيد يتأهل إلى دور 16 بعد خروج المنتخب المصري والمنتخب السعودي والمنتخب المغربي سيء الحظ الذي خسر المباراتين الماضيتين، سواء أمام إيران بهدف مقابل لا شيء، وأيضا أمام البرتغال بهدف مقابل لا شيء، وكان المغرب هو الأقرب للانتصار في كلا المباراتين وتخطي هذا الدور والوصول لما هو أبعد مع هيرفي رينار المدرب المتميز للمنتخب المغربي. تلك هي إطلالتنا ومتابعتنا للأخبار الرياضية، سواء المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أو قطاع الناشئين وأكاديميات النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. إلى هنا تنتهي نشرتنا الرياضية، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.